فاتح استنى، لوين رايح اخي لوين؟ لك بس فهمني لوين؟ عجهنم الحمراء. افهم ايه الحق معك، فيك تعمل شو ما بدك وكلنا منعرف، بس هو بضل اخوك الكبير. مو بس اخوك، بمقام ابوك كمان. واخونا مراد على حق، انجرح كتير، مصطفى زود عليه، بس انت شو وجعك ولوين رايح؟ بدي ادرك هالبيت، انا رايح بس لوين ما بعرف، ما عاد فيني اتحمل العيشة مع اخوك اكتر من هيك، والله تعبت. بدك الصراحة اخي، مراد ما غلط لما مشي. فاتح اخي ما تعملها وما تقول هيك، المجانين بيحكوا هالحكي. رغم كل شي صار معي ما مشيت، لا تمشي اذا بتريد، لا تمشي. يلا تعال تعال نرجع على البيت، تعال معي. يلا فاتح امشي. لك اخي اتركني بقى، حاجتي ما عاد فيني اتحمل. تمام. طيب خلص روح اذا بدك، بس بدي منك تتصل فيني، عم تفهم؟ يسر. تركان، جنجو بيك وعيلته ماشين. تصبح على خير. تصبحي على ألف خير، شرفتونا، الله معكم. ايه صحيح، بكرة في عيد ميلاد بنتي ملاك، رح نكون بانتظارك مرجاني. بتشرف يا بيك. جميل بيك، انا بشكرك على كل شيء. لافو، شرفتونا والله. تركان بتكون بالحمام. براحتها، ما مشكلة. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهله، مع السلامة. وكان تعا يا ابني. خلص طلع السيارة. آخ مصطفى، آخ منك مصطفى، ما بعرف شو بدي قلك. صدقني مبسوط باللي صار مثلا؟ بعرف إنه أنا اللي بغلط على طول آسية. لا تنسى اتنيناتهم صاروا شباب هلأ، أنت بتضل تبهدلهم وكأنه عمرهم 9 سنين. ليش عم تعاملهم بهالطريقة مصطفى؟ وأنا بقول الكلام لحالي، ما تضربهم مصطفى، ما تسبهم مصطفى، ما تعصب عليهم يا مصطفى. فجأة بيحكوا لهم كلمة بينعم على قلبي. اهدى، أنت عم تظلم حالك وعم تظلم إخواتك معك. ليلي رجعوا فاتح، طاهر رجعوا، ما هيك؟ مو قبلان يرجع، طاهر سمح له يروح لعند رفيقه ليهدى، وبهالكم يوم انت ما تضغط عليه، حرام. لا بقى تعذب حالك واخواتك معك. ما عم بفهم، طالما بدك تزعل على اخواتك كل هالقد، ليش بتضل حمل العصاية ولاحقهم؟ لك آخ منك يا مصطفى، آخ منك مصطفى. عن جد ما بعرف شو بدي أعمل معك، والله ماني عم بعرف. يا ريت لو غصبته وجبته معك. حاولت ولما أصريت عليه هو عاند أكتر وصار بده يمشي. لك مصطفى ليش عم يعمل معهم هيك؟ هن الاثنين ما في منهم أبداً.
لانن حرامية ولانن زعران، يعني عملوا شي مو منيح يوطي لكم راسكم؟ ابدا ما عملوا هيك. طبع مصطفى بكون هلا قاعد عم يبكي بغرفته. على فكرة كلنا هيك، مو بس مصطفى. منقول لازم نعصب مشان ما يستغلوا طيبة قلبنا، ولما يستغلونا ما منظهر محبتنا إلهم. بالتعصيب جريئين مزبوط، بس بالمحبة جبنا، ما حدا بيورجي محبته. يا الله أمي لا تركض هيك على مهلك. يعني ما بتعرف البحر الأسود؟ ما فيك تأمن له أبداً. اسمعني يا أخي، تارك كل شي بأمانتك. اللي أنت ليش مصر تترك بالي مشغول؟ طاهر دور على أخواتك، قلن ما تعودتوا على مصطفى؟ مزبوط بيعصب وبيكسر، بس هو بيحبكن كتير. ليه عم تحكي هيك؟ شبك؟ نحن أخوة، خلص كل شي إله حل. طبعاً نحن أخوة يا سبع. يلا إذا قلنا نصيب منلتقى المساء. بأمان الله. شو صاير له هالزلمة؟ طاهر شوفي مصطفى اللي حكى معك؟ ايه مصطفى، ما بعرف ليش طلع على البحر من دوني. اتفقنا نطلع سوا بلا ما نتأخر على الأولاد. يلا امشي. والله انا بنوب ما هضمتهم لهالجماعة. رح احكي مع ابوكي، هالجوازة ما حتصير. ما شفتي مرته هالمجنونة كيف كانت عم تحكي معنا؟ قال مين اللي بينظف لكم بيتكم؟ ما بحبها لحركات، شوفت الحال. دخيلك مو فارقة معي أمي. أنت شو عم تحكي؟ والله رح أطق روحي من برادة أعصابك. ولك أنت عرفاني حالك شو عم بتساوي يا هبلة؟ إذا بتصيري كنة هالجماعة هالمرة بتاكلك. ما شفتي كيف رافعة مناخيرها؟ مرجاني خانم؟ ايه؟ جينجو بيك بعت هالهدية لحضرتك. يسلم. بالإذن منك. يلا لشوف، يلا بسرعة بسرعة اركضوا. يا عيني على الشاطرين. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.